مسألة من أخطر المسائل، لأن أولاً دي هي اللي بيترتب عليها المجتمع، لأن الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع. فإذا انصلحت حال الأسرة انصلح حال الإيه؟ المجتمع. ودي اللي عملته ماليزيا في الحقيقة. هي ماليزيا ما خرجتش كده هكذا، لا، ده بأمور مرتبة. كان من ضمن يعني إضافة إلى الترتيبات الاقتصادية اللي عندها، عملت حاجة اسمها الإصلاح الأسري، وكان من أهم المزايا إن هو الإنسان لا يتزوج إلا بعد أن يأخذ رخصة زواج، عاملة زي رخصة قيادة السيارة. هم عملوا أيضا رخصة الزواج يعني يعطوا دورات تدريبية للزوج ودورات كيفية التعامل، لأن أصلا أنتوا ممكن تكونوا اثنين متربيين في بيت واحد إخوات وعقول شتى، ده بيفكر في ناحية وده بيفكر في ناحية، فما بالك أنت سبحان الله أنت أولا تفكير الرجل غير تفكير المرأة، وبعدين أنت بتاخدها من مكان وأنت من مكان آخر، وأنت ليك طبيعة وهي لا طبيعة، اللي بيسموها نمط الشخصية، نمط شخصياتها مختلف عن نمط شخصيتك. أضافة إلى الانفتاح اللي موجود في الدنيا كل اليوتيوب، الأول كان المجتمع المؤثر قليل، أمها تؤثر فيها، أبوها يؤثر فيها، عمتها، خالتها، إنما الآن أصبحت المؤثرات كثيرة، سواء من مؤثرات تلفزيونية في الإعلام، في اليوتيوب، في الفيس، لصديقتها هنا مش فاهم، فأصبحت المؤثرات كثيرة وهي تفكر بطريقة وأنت تفكر بطريقة، فده من أهم الأمور اللي بتؤدي إلى كثرة الطلاق. خليل الزمان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الرجال الذي يتطلق للنساء، من الآن أصبح النساء يتركن الرجال. صحيح صحيح. صحيح. لأن إحنا مثلاً يعني مثلاً لو تحدثنا عن مصر، فالمرأة من الممكن أن تتقدم للمحكمة، إما أن تخلع زوجها وإما أن تطلب الطلاق للضرر، سواء كذا أو كذا. يعني.